زي ما تعودنا دايما البداية مع مقالي ومقالو عود أحمد يا باشمهندس، بس مش أحمد أحمد. أحمد أحمد ذهب أحمد أحمد. إنما بلا عود. بلا عودة، عود أحمد. ونورت الاستديو ونورت جمهورك. الحمد لله. والناس كانت قد إيه مشتاقة إن هي تشوفك ومهتم إنها تطمن عليك. دايما المرض بيكون فرصة إنسانية إن الإنسان يشوف كثير من الأمور. والحمد لله وفضل من ربنا يعني جامد جدا، استشعرت الحقيقة إن عمر الواحد ما راحش هباء. وإن الحمد لله يعني ده أنا عايز أشكر ناس ما توقعش إنها تتصل بيا أستاذ إبراهيم خالص. منهم زملكاوية كبار. كبار. أيوة. ويتصلوا وزملكاوية من الجماهير العادية بقلبهم وشغفهم. وطبعا أهلاوية ورموز كبيرة جدا 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 سواء داخل أو خارج مصر. أنا كنت بشوف كل حاجة لكن ما كانش مسموح إن أنا أرد على التليفونات. لسببين مهمين يعني الناس برضو لازم تدرك باستمرار الموضوع ده بالنسبة للراجل أو الست اللي بيبقى في الظرف ده في حجرة المرض يعني. أيوه. إنك أنت بتسأل وده اهتمام بيشعر الإنسان إنه حي. لكن في نفس الوقت أنت مطالب إنك تحكي لكل واحد الوضع إيه. في وضع أنت مش فاهمه. أيوه. بتحكي على حاجة مش عارفها. فما كنت بقول للدكاتره فهموني عشان فاهم الناس قالوا لي ما تردش على التليفونات لان ده اجهاد جامد جدا ومش هنقدر نقول لك كلام محدد ترد بيه على الناس. فكنت بكتفي اشوف المسجات واشوف المسد كول واعرف الناس اللي اتصلت بيا اللي بشكرهم جميعا واشكرك انت والاخوه. لا لا ده الواجب.